السلام عليكم. اليوم غادي نهضر على واحد التسرب ديال الماء، والماء غير كيضيع ضيع وصافي من طرف المنب ديال تمسنا. واخا يكون القلب ديالك من الحجر، ما تقدرش تحمل هذا الشيء اللي غادي تشوفه، وهذا الضياع ديال هذا الماء. هذا راني بديت التسجيل ديال هذا الشوهه هادي من الشاطو، وانا هابط. شغا نقول لكم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وغادي نسمع واحد السيدة شي غير من رمضان، ولكن أنا شفته قبل رمضان، ودرت واحد الفيديو على واحد تسرب واحد آخر ديال واحد القوادس لحد الساعة راه مازال. وذاك الفيديو أنا غادي نعاود لكم واحد اللقطات منه هنايا باش تشوفوه. ما فهمتش أنا هاد الناس هادو كيفاش، والله العظيم إلا زعما حشومة كاع وحرام، حتى في الإسلام كاع حرام. واش هاد الماء هذا تيتسرب هنا كيضيع من بعد كيتم تجيك الفاكتوره ديال الماء انت للدار ديالك غالي؟ علاش؟ لان بغاو يترومبورسوهم داك الماء اللي ضايع ليهم. هادشي راه ما خدامش، وحنا مقبلين على ازمه ديال الماء، العالم كامل مقبل على ازمه ديال الماء، وحنا هاد الماء تيضيع. واش ما كاينش اللي تيحكم في هاد لونيب هادي؟ ما كاينش الاداره العامه؟ حق الله العظيم الا هادشي هذا يندى له الجبين. واخا يكون كاع واحد كاع ماشي مسلم كاع، خصوش كاع يخلي هاد الماء هكاك غير كيضيع. والله الا زعما هادشي هذا ما هات لي نعرفنا حنا فاش عايشين كاع. واش بنادم دابا كنت تيشوف الماء علمو عباد الله، وشفت شحال من فيديو دايرينو الناس، وشحال من فهاد في الفيسبوك، ولا اي ضربة بغات تحرك، ولا حتى شي واحد فين بغا يتحرك. واش ما كيشوفو حتى شي حاجه زعما كاع هادشي كامل، ولا عاطين نخال لبنان هذيك اللعبه ديال عم بحرك؟ هادي ما خداماش، هادي ديال عم بحرك. الانسان لانك مسؤولين امام الله وامام الشعب وامام المواطنين ديال تمسنا، ما خصكمش تضيعوهم في هاد الماء هذا. واش غادي نقول لكم نتوما الضمير ديالكم؟ هادشي اللي غنقول. واش هاد العجب؟ دابا هذا هو علاش انا راه جيت عندك. علاش؟ بنتي اللي كتصبر هادشي وجيت عندك انا باش لا هادشي بقى ما كانشي واقي ياك؟ ما عليكش، الله يرحم والديك. دابا تا كاينه شي حاجه بغيتي ندوي انا ندوي. لا بلا ما تدوي، ما نشوف الصالح. عرفتي هذا من الربيع هو ديال الحاله. شوف اش شوف شي الصباح تنجيو حنا مع السبعه صايد كان الهيره صايد شي قدام شي مكينه الطوموبيل باقا الطايره تيب طايه بحال ما هادي هادي تيمشيو وهذاك تيمشي هذاك حشومه هذاك كيدلع دابا عندنا شي من عام تقريبا. شوف هاد انا تنخدم هنا، شوف هاد الماء اللي حفر هنا، وانا تنقول لك كنخدم هنا شو غير الربيع شو الربيع اللي هو نايض وشو هنا هنا واي بين غير الحفره اللي دارها الماء دابا قطعوه. ما تجي حتى العشيه جوج المغرب ولا هكاك ولا جي الصباح بخير سيبو لايف راه تينوض دابا بالليل وحبسوه مع الصباح. شنو حنا كيجيو يحسبوا علينا المغاريف العماره ومن هات انا قلت لك من قبل رمضان ورانا صورتو انا وليني ما نكذب عليك انا صورتو ما تفوتش وما عنديش انا هذاك الشيء ذاك عندي انا عارف والله ما عندي انا وعيطت على واحد السيد وقلت له ها انت شو تعجب انا عاد الله العظيم ويبقى فيك الحال هذا يبقى فيك الحال حشوم وانت راه فين دايز السيد دابا هناك راه منين تيمشي لاخر راه تيمشي وانا اللي فتحت لي باش يخرج الغضون والله حتى فتحت لي باش يخرج الغضون ودارت لي مبيلات هنا في رمضان الله يهديهم الله يهديهم يعني انت واش دابا ماشي عيب دابا وقطع وشي جاي واحد الوقيته قال هاد الكلمة أنا قلتها لك دابا أنا هنا وحنا هنايا في هاد البلاصة جاي واحد لقيت لقطات ما لقاوهاش وييه أنا راه ملي كتصبر والله إلا عجبتيني حق الله هذا راه بدينا في الأزمة وتخلي هاد الشيء هذا راه خاص دابا بحال ما كان الحقيقة والله قلت لك أنا راه لا بغيت أنا ندوي صورني وأنا نتكلم أنا نتكلم هذه يجيب لك الصداع اللهم بلاش والله من شوف أنت تكلمتي راه هضرتك تسمعها ثاني حشومة عليهم والله العظيم لا حشومة عليهم وعيب انا نقول هاد الكلمات والله يهدينا ويهديهم حشوم عليهم وعي هادشي اللي كاين لا اله الا الله والله والدينا والدين انت خير وكانوا امثالك بحال هكا هادي نقول لك الله يجازيك وكانوا غير ربعه ولا خمسه امثالك بحال هكا صبروا هادشي ما يبقاش هاد العيب ولا حول ولا قوه الا بالله راه كندوزو غير هاكا عاد طيوطات وكاتكات كيدير هاكا كيخرج عنقو كي تعب حاجات اسمح لي عزك الله عزك الله كيخرج عنقو وما تيدويش كاع شوف جاي واحد الوقيته حنا ما غنصيبوش الماء ما غنصيبوش ما غنصيبوش والله يرحم والديك والدينا والديك انتم عباد الله شفتوا غير داك الطريق اللي داير هذاك الماء تيعبر على انه هذا الماء هذا راه معطل شوفوا الطريق اللي داير والحفره اللي دايره هذيك ولات بحال الساقيه
هذا الشيء زعما راه يدل على بان هذا الشيء هذا راه اكثر منها من عام كاع واقيلا وداك اللي ما كيشرشر تما، ولكن معامل ما باين ليا معامل. انتوما كتشوفوها حنا غنوصلوا لواحد البركه هنايا ولا كيتجمعوا فيها الطيور. هذه البركه هذه راني سميتها ضيت بالعرش، بما ان كاينه ضيت حواء وكاينه ضيت الرومي، داك هذه حتى هي نسميوها ضيت بالعرش في تمسنا. يبغى يجي يشوفها، يبغى اللي توحش بالعرش يجي يشوفو. ها كاين بالعرش، كاين هذاك التيرابكار، وكاين واحد التيرابكار حتى هو بقوت ما عاد كاع منين جا كحل حتى هو، واش تيرابكار نيت ولا تيرانمر الله اعلم. على كل حال دابا راه غير كنهضر، هادشي هذا راه كي زعما القلب ديالي ما عرفتش انا يعني تيبقى فيك الحال، لان من بعد كتم جايك الفاكتوره ديال الماء ما فهمتش انايا من بعد عباد الله. وهاد الناس تا هما ساكتين، ما كاين اللي يهضر، ما كاين اللي يتكلم، ما كاين اللي ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. على كل حال بكى مر الميت حرام. انتم نخليكم تكملوا هذا الفيديو هذا المفقوس، والله يعاوننا ويعاونكم ويرزقنا الصبر. هادشي اللي نقول، السلام عليكم ورحمه الله. هذا هو الفيديو اللي قلت لكم راه درتو على واحد التسرب ديال واحد القوادس نهار 3 في شهر 7 2022، ومازال كي لحد الساعه راه باقي في البلاصه ديالو.